كابتن معاذ صحفي المغربي، وعايزين نساله برضه على استعدادات المنتخبات العربيه ومشاركه المغرب رغم الاصابات اللي حصلت. هل في امل؟ مجموعه صعبه بتاعت المغرب، معاهم كرواتيا ومعاهم بلجيكا اللي احنا فزنا عليها امبارح، ونتمنى باذن الله ان احنا المغرب تقدم لنا مباراه كويسه. معاذ اهلا وسهلا بيك في مونديال الشرق. مساء الخير احمد، ومساء الخير لكل الساده المشاهدين والمتابعين، واحنا نعيد على بعضنا بكاس العالم يا احمد باذن الله. معاذ، المغرب تقدم لنا بطوله قويه جدا، عايز اسالك سؤال سريع عن المغرب بعد الاصابات اللي حصلت، شايف الظروف في المعسكر المغربي ايه قبل مباراه مهمه عن تلعبوا مع كرواتيا تلعبوا مع بلجيكا؟ فربنا يكون في عونكم، قول لي بقى الدنيا عندكم عامله ايه. انا شايف ان المنتخب المغربي دخل المونديال تقريبا بابهى حله ممكنه مع كل الاسماء اللي موجوده حاليا باستثناء غياب ايمن امين حارث المصاب بعد الاصابه الاخيره اللي تعرض له مع فريق مارسيليا، وتم تعويضه بانس الزروري لاعب بيرلي. غير ذلك انا شايف انه التشكيله متوازنه، وليد الركراكي في ظرف قياسي استطاع انه يخلق يعني غرفة ملابس جيدة ومتجانسة عكس ما كان يحصل ربما في البطولات السابقة اللي كان بيكون في انقسام كبير جدا في غرفة الملابس. حاليا لا، الأمور ممتازة، الأمور جيدة، استدعاء عبد الرزاق حمد الله اللي انسجم بشكل سريع بشكل غير متوقع مع غرفة الملابس، مع حكيم زياج، مع حكيمي، مع لاعب بحجم مزراوي كذلك اللي بيأدي بشكل جيد في بايرن ميونخ. فبالتالي أنا شايف أنه المنتخب المغربي حاليا شغال بشكل جميل وجميل جدا حاليا، وليد الركراكي في ظرف قادر على انه يخلق اهم شيء اللي كان ينقص المنتخب المغربي في النسخه الماضيه في 2018 اللي هو لحمه غرفه الملابس. حاليا نشوف الدنيا مثل كانه عائله واحده مع لاعبي المنتخب المغربي، ما فيش فرق ما بين واحد جاي من هولندا ولا جاي من فرنسا ولا جاي من اسبانيا ولا جاي من الخليج ولا جاي من اي دوري اخر، لا الامور ممتازه جدا والكل مركز على انه يقدم نسخة جيدة في كأس العالم. الكل حابب يكون هذا الموضوع، خصوصا انه اللاعبين هم في ابهى وفي افضل جاهزية بدنية باعتبار انهم بالفعل هم قطعوا مشوار مع انديتهم في الدوريات سواء في الدوري الانجليزي الاسباني. معاذ، في سؤال مهم انا عايز اساله لك عن عودة حكيم زياش. هل شايف بعد الهدف العالمي اللي هو جابه من يومين، اعتقد ان عودة حكيم مهمة جدا، هل شايف ان عودة حكيم واندماجه مع المنتخب هيبقى اثاره ايجابية في كأس العالم باذن الله؟ طبعا طبعا، ما فيش حد ينكر جودة حكيم زياش، وان كان انه اموره مش هي ولا بد مع 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 ناديه، مع نادي تشيلسي دائما في دكات بودراء، لكن لا احد يمكن انه ينكر مهارات لاعب كبير بحجم حكيم زياش، لا احد يمكن ان ينكر الاضافه اللي ممكن يضيفها حكيم زياش مع المنتخب المغربي. بالتالي احنا شايفين كيف صار انسجام، خصوصا انه جبهه اليمنى حاليا صارت ضرب من واحده، خليني اقول بدون مبالغه، واحده من اقوى الجبهات اليمنى الموجوده في منتخبات كاس العالم. تتحدث عن حكيم وتتحدث عن حكيم زياش، ولو ما كانش في حكيم ممكن يكون في عندك مزراوي، فبالتالي حتى تتحدث عن ثلاث لاعبين في الجناح الايمن اللي هم كلهم ممكن يقدموا اداء رائع جدا. فبالتالي العكس، انا شايف انه اضافه حكيم زياش كانت مهمة ومهمة جدا، خصوصا انك انت تلعب منتخبات من الطراز العالمي، منتخبات فيها اسماء متعود حكيم زياش انه يلعب ضده، سواء كيفن دي بروين السيتي، سواء هازار ريال مدريد، لوكاكو، مودريتش والبقية. عايز استغل الوقت وتقول لي بصراحة كده قدام الناس، هل المغرب بإذن الله تقدر تعدي في المجموعة بتاعتها رغم وجود كرواتيا وبلجيكا؟ سؤال سريع. ممكن، انا شايف ممكن، بس الاول انه يقدر يعدي اختبار المنتخب الكرواتي، دائما البدايه بتكون صعبه. لو استطاع نفسيا انه يجتاز عامل المباراه الاولى واستطاع انه يفوز على منتخب او على الاقل يتعادل مع المنتخب الكرواتي، انا شايف انه ممكن يصعد الدور، ممكن يقهر كرواتيا وكندا ويطلع مع بلجيكا، وهذا توقع الشخصي. معاذ الهراسه تبقى معانا باذن الله في خلال مونديال قطر، وبتمنى التوفيق لكل الاخوه في المغرب، واعتقد ان المغرب باذن الله تقدم لنا كاس عالم مميز. شكرا معاذ.